هذه لازم ناكدوها. اليوم كان ممر شرفي من طرف وسائل الاعلام اللي حاضره لتغطيه فعاليات نهائيه الكانو، خاصه المنتخب الوطني الجزائري خلال تدريبات الخضر بميدان بيتروسبورت. نتابع هذه الصور اللي رصدتها كاميرا الشروق. إذا كما نتابع، ممر شرفي من طرف وسائل الإعلام الحاضرة، وسائل الإعلام الجزائرية التي تؤكد للمرة الألف أنها مع المنتخب الوطني الجزائري ولن تكون أبدا ضده، بما أنه هذا المنتخب الذي يشرف الجزائر في نهائية الكان، كيف لا وهو الذي تأهل إلى نصف نهائي كان 2019 بالأراضي المصرية. أداء بطولي، أداء رجولي، حضور بدني وحضور روح قتالية كبيرة لدى اللاعبين، الأكيد أنه كل هذه هي المعطيات تخلي كل الشعب الجزائري ويعني كل من يحب ويعشق المنتخب أن يكون وراء الخضر في مثل هذه الظروف وهذه اللحظات.